Go live. To go live. Excellent condition. There you go. Hala, we're live. 7 minutes. Okay. Yeah. Thank you. And it's counting down, صح? Yeah, you're welcome. Hi, exactly. لأنك أنت went live على صفحة امبارح عشان هيك صار أقول لك عندك duplicate. Okay, perfect. Thank you. Bye. You're welcome. Okay. بدي أخلي تلفوني هنا. So, up here because it could be أوضح من ميل عرالة. Call me أشوف لأن تلفوني is connected to this now. أنا حطيته على silent على in case. How do I do this? هاي كبرين. بس it does not disconnect. خلاص. I don't care. It's not gonna be nice. Okay, close. Okay, I'm gonna leave my phone here. I'm gonna have to just stay here today again. خلاص. I'm gonna stay here. بطارية فيه. It's 1 hour. It's not gonna be more than 1 hour. Full almost. It's already live.
شابك كهرباء هنا؟ شابك فيش الكهرباء؟ وين؟ ايه؟ Make sure nothing that gets disconnected من هدول. disconnect هدول. انا حطيته على التحتانية. اوكي اوكي.
أول مرة دخل فيها طرح على الكنيسة استقبلت الكنيسة بالعمال وصار جزء من الجماعة المسيحية على هذه الأرض، والآن الكنيسة بالماء المقدس نفسه اللي تعمل فيه طرح تستقبله بالكنيسة المنتصرة، الكنيسة المنتقلة إلى السماء. خلونا اليوم نرافق أخونا فرح بصلواتنا بإيماننا في رجاء الحياة الأبدية. الله
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. ايها الاخوه الاعزاء، في بدايه هذه الذبيحه المقدسه لنذكر جميع خطايانا ونندم عليها. أنا أعترف بأنه قادر على كل شيء، ودفعني إلى الإخوة لأني خطيت كثيرا بالفكر والطول والفعل والإيمان. خطيئتي عظيمة. لذلك أقول لمن يتسمع إلى الكتبين وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة، أن سخروا من أجلي رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Because grace and mercy are with his holy.
benevolence and his care is with the elect. The word of the Lord. Thanks be to God. Let your heart be troubled. You have faith in God.
Kafir also mean. In my father's house, there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه قال لتلاميذه لا تقلق قلوبكم إنكم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا في بيت أبي منازل كثيرة ولو لم تكن أتراني قلت لكم إني ذاهب ليعد لكم مقاما وإذا ذهبت أعددت لكم مقاما أرجع فآخذكم إلي لتكونوا أنتم أيضا حيث أنا أكون أنتم تعرفون الطريق إلى حيث أنا ذاهب قال له توما يا رب إننا لا نعرف إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق قال له يسوع أنا الطريق والحق والحياة لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي كلام الرب تسبيح لك لنعبر فيها عن ما في داخلها ولكن
كلماتنا مثل الصدى بدون أي محتوى، كأن الكلمات هي مجرد وعاء فارغ مش عم بتعبر عن الإشي اللي بنشعر فيه بداخلنا. بنحاول نفكر إنه كل ما حكينا أكثر كل ما قدرنا نعبر، ولكن نكتشف إنه كثرة الكلمات وكل لغة كأنها أصبحت بدون معنى. الموت هو من أصعب وأعمق الخبرات البشرية اللي ممكن يختبرها الإنسان في حياته، وخصوصاً لما نفقد شخص عزيز وقريب منا جميعاً وفي ظروف مثل الظروف اللي رحل عنا فيها فرح. هذا الجرح بيضل موجود في داخلنا، وهذا الجرح اللي بيرافقنا مدى الحياة، وبأي لحظة بنحاول نلمس في هذا الجرح بيرجع بنزل، والدم بيرجع بنزل كمان مرة. مشان هيك في هاي المواقف واحد ما بعرف شو بده يحكي. إنسانيا زي ما حكيت كلماتنا ما لها معنى، ولكن موقفنا هو موقف الصمت أمام رحبة الموت. الموقف الصحيح هو موقف الصمت، موقف مشاركة العائلة في ألامه. اليوم في شيء واحد بس بخطر ببالي، شخص واحد بتاريخ البشرية كلياتها. حاولت أشوف شو ممكن أحكي اليوم، أي لغة ممكن أستعمل، ولكن هذا الشخص ظله طول الوقت برجع ببالي. هذا الشخص هو مفتاح لإلنا اليوم لنعيش هذه الخبرة. هذا الشخص هو المفتاح لإلنا لنقدر نستوعب الإشي اللي بنمر معنا. مريم العذراء. يمكن كثير مرات يمكن عمرنا ما فكرنا مع الشيء اللي صار معنا مريم العذراء، ولكن اليوم بدعوكم للحظة ونتأمل مع الشيء اللي صار معنا مريم العذراء. لما شافت ابنها يسوع المسيح على الصليب، شاب عمره 33 سنة بحب الحياة ببشر وانشر كلمة ربنا، يحكي بالسلام، يعمل المعجزات، فجأة بلحظة ولا هو بتعذر لأنه بيعمل خير وبموت على الصليب أشنع موت. ليش قلنا مريم العذراء ظلت ببالي في هاي الفترة؟ لأنه الإنجيل ما بحكي لنا أن قلنا مريم العذراء حكت كلمة واحدة بطول فترة الألام والصليب وموت ابنها، ولا كلمة. قلنا مريم العذراء ظلت صامتة تتأمل بالموقف اللي بيصير مع ابنها بكل ألم وبكل حزن أنها إنسان، وأكيد ما كانت فاهمة كل شيء عم بيصير،
وأكيد كانت تسأل السؤال اللي كلنا نسأله، ليش؟ ليش يا رب؟ ليش هيك الحياة لازم تصير؟ ليش لازم ابني يموت مشان يخلص العالم؟ مريم العذراء أمام موت ابنها ظلت واقفة تحت الصليب تتأمل بكل إيمان وثقة بالله. واليوم مريم العذراء هي الوحيدة اللي قادرة تفهم أم فرح. هي الوحيدة اليوم اللي قادرة أنها توقف معنا بهاي الأزمة. هي الوحيدة اللي مع ابنها انتصرت على الموت. هي الوحيدة اللي قادرة أنها تكون مرافقة لنا اليوم وتفهم معاناتنا ومعاناة الأم بفقدان ابنها. اليوم مريم العذراء موجودة معنا تقف إلى جنبنا وبتعزينا تعزية الإيمان وبتذكرنا بأن موت ابنها كان من أجل أنه إحنا ما نموت، ولكن هذا الموت أعطانا بداية لحياة أبدية ما فيها لا موت ولا ألم ولا مرض. بالإنجيل اللي قرأنا اليوم يسوع المسيح بيحكي لنا لا تضطرب قلوبكم، تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا، في بيت أبي منازل كثيرة، إني ذاهب لأعد لكم مقاما. هذا هو إيماننا. هي الكلمات اللي مهما ضلينا نعيد فيها بتضلها على مدار التاريخ إلها المعنى الكامل. الكلمات الوحيدة اللي ممكن نستعملها اليوم ومش ممكن تفقد معناها هي كلمات الكتاب المقدس، اللي مهما رددناها بتضلها تعطينا الأمل وبتعطينا الرجاء، وخصوصا بهاي الأوقات الصعبة. هذه الكلمات اللي كلياتنا اليوم مدعوين ان نتذكرها ونرددها لبعض ونعزي بعض فيها. هاي الكلمات اللي مش ممكن تفقد معناها، هاي هي كلمات الإيمان والرجاء. اليوم فرح تركنا بالجسد، ولكنه ترك لنا الرجاء بالحياة الأبدية. اليوم مع فرح نتذكر كلمات الكتاب المقدس اللي بتذكرنا دائما بأن حياتنا على هذه الأرض هشة، معرضة بأي لحظة لأنها تنتهي. اليوم مع فرح ومع كل الأشخاص اللي سبقونا للحياة الأبدية نجدد إيماننا بالمسيح القائم المنتصر على الموت. اليوم مع فرح نحكي المسيح قام، المسيح قام. هذا هو إيماننا، هذا هو رجاءنا على هذه الأرض. خلينا نودع أخونا فرح بإيمان المسيح القائم على رجاء الحياة الأبدية. آمين. وقوف.
لنبتهج غنى بالقدير على كل شيء الذي اقام انه وحيد ربنا يسوع المسيح من بين الاموات مستمدين رحمته من اجل اخينا فرح متوفى ومن اجل خلاص الجميع الاحياء والاموات ان يحيا شعب الله المقدس في انتظار مجيء الرب بايمان ورجاء Thank you.
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا.
من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي امنحكم. لا تنظر الى خطايانا بل الى ايمان كنيستك، وتنازل واوضح الوحده والسلام بحسب مشيئته. انت الحي المالك الى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما بمحبة المسيح. لنتبادل السلام.
لنصلي. أيها الرب الإله، لقد أراد ابنك الوحيد أن يكون سر القربان المقدس زادا لنا أخيرا، فهب لأخينا فرح الراحل أن يبلغ بقوتي هذا الزاد إلى المائدة السماوية بالمسيح ربنا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من العادات الإنسانية النبيلة قيام المؤمنين بواجب تكريم موتاهم، فنطلب بثقة إلى الله الذي له يحيى كل شيء أن يقيم بقدرته تعالى في اليوم الآخر جسد أخينا فرح الذي ننوي دفنه الآن، وأن يضم نفسه إلى جميع المؤمنين الأبرار ليرى به الديان الرحيم حتى إذا ما ابتلي من الموت وحل من الدنور حمله الراعي الصالح على كتفيه ومتعه بشركة القديسين وفرحهم في موكب ملك الدهور. هلموا يا قديسين الله، أسرعوا يا ملائكة الله، اقبلوا Oh.
and certain hope that together with all who have died in Christ, He will rise with Him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon Farah in this life. There are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurance of faith until we all meet in Christ and are with you and with our brother forever through Christ our Lord. Amen. إلى الفردوس لتمت كالملائكة عند حضورك ليقبلك الشهداء ويبلغوك إلى المدينة المقدسة أورشليم. جاءوا الملائكة ليستقبلك ومع لعازر المسكين فلتكن لك الراحة الدائمة. يقول الرب: أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي لن يموت أبدا. باسم الآباء الكهنة الحاضرين معنا اليوم، قدم التعازي القلبية الصادقة من والدة المرحوم فرح، إخوته، أخواته، زوجته، أبنائه، الأقارب والأحباء والأعزاء في بلادنا وفي الولايات المتحدة وفي كل العالم لرحيل أخونا فرح عن هذه الحياة. وكلنا أمل ورجاء بأنه حياة الإنسان لا تنتهي بالموت، ولكن مع الموت تبدأ حياة جديدة حيث لا ألم ولا حزن ولا مرض، بل فرح وسلام وسعادة أبدية مع يسوع المسيح والقديسين. الراحة الأبدية أعطه يا رب، فليسترح بسلام. الله يرحمه جميعا ويعطيكم العمر. باسم الله تعالى نطلب لدمصيس وأولادها وبناتها وزوجة الفقير، نطلب من الجميع بعد الدفن يتفضلوا على أكل الرحمة في كنيسة أبونا جورج في ديري سيتي عشان كنا نبيع في عمان. بليز ما حدا يرجع عنده، بدنا إياكم كلكم تيجوا على أكل الرحمة يوم الأحد الساعة 1 الظهر. القداس السادس والتاسع عن روح المرحوم حبيبنا فرح في كنيستنا في بالو ألتو. العنوان راح نعلنكم إياه إذا بنحطه على الفيسبوك وليش حساب عساس تعرفوا بالضبط. شكرا. الرب معكم. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح.